الو، ايوه، ازيك السلام يا عليكم. عليكم السلام. السلام. ازيكم، عاملين ايه؟ الحمد لله بخير. اتفضلي صوفيا معاكي. لو سمحت، انا عندي هم 3 احلام بس هقولهم باختصار عشان الوقت. طب ناخد حلم حلم. اول أوكي. واحد اول واحد، انا حلمت ان انا اتجوزت. انا متجوزه اصلا، بس انا حلمت ان انا اتجوزت ابن عمتي. اسمه ايه؟ اسمه عرفه، بس ابن عمتي ده اصلا متوفي من زمان، الله يرحمه. هو توفى وهو شاب يعني اصلا، وما اتجوزش وكان راجع من الحج يعني، وتوفى ساعتها، الله يرحمه. الله يرحمه. بس فانا حلمت ان انا اتجوزته واحنا عايشين في بيت بتاعه يعني. انا ما شفتش اي حاجه غير اوضه النوم، كنا قاعدين مع بعض، وهو كان فرحان بيا قوي ان انا بقيت مراته يعني اخيرا. هو انتوا كنتوا بتحبوا بعض اخيرا؟ لا خالص، هو اكبر مني بكتير. طيب ماشي. بصي، هي رؤيه طيبه. هو اسمه طبعا، اذا تشاكل عليكم الرؤى فخذوا بالاسماء. عرفه ان شاء الله باذن الله حج وزياره بيت الله الحرام، وهو حرمه يعني، هو ميت نمره واحد. نمره اثنين ان هو ممكن يحل لها الزواج، فهو حرمه. تمام. فمعنى كده ان شاء الله زياره قريبا لبيت الله الحرام باذن الله تعالى مع زوجك. فهو عشان هو ظهر في صورة زوج، فهي حتى لو طبعا هما بيقولوا عند سن معين تطلع لوحدها الست، بس هتطلعي قبل السن ده بكتير.